اسمي محمد عبود فلوجة، متزوج، عندي أولاد كبار. الله يحفظهم. هاي المهنة أنا بيها من قبل 40 سنة، كنت موظف حكومي، بعدين طلعت تقاعد، فقد هاي المهنة مرافقة إنه يعني مهنة الخياطة مهنة نظيفة، مهنة لازم يكون صاحبها صادق يعني بموعده بعمله، فيها متاعب بس يتحملها أبو المهنة، هو يتحملها المتاعب مالته. عندي ولد كلهم موظفين ما ورثتها إلهم، لأن هي مهنة متعبة، فبهذا الوقت حيل متعبة. قبل كانت مهنة حلوة، كانت الخياطين معدودين، هسه كثرت وصارت مو حيل أشجع عليها يعني. فإحنا هسه من كبرنا اتخذنا هاي المهنة كمكتب إلك، يعني تقعد يجوك أصدقائك يجوك فيك يعني ماشي. والله هي كمهنة قبل كانت مهنة حلوة، أنا خياط سترة وبنطلون يعني خياط قوط. الصورة تعني لك أنه ذكرى الإنسان، يقول الأجسام تنتهي والصور تبقى للذكرى، فصورة هاي للذكرى تأخذ مثل أنت وعائلتك، أنت تكبر توصل لأرض العمر ترجع لصورك تشوف عائلتك يمك شو وقت بعدك كنت أنه بريان حياتك، هاي ذكريات حلوة تبقى للذكرى. اللي يروح تبقى صورة، راحونا أبهاتنا يعني بقى صورهم نتذكرهم نشوفهم نتذكرهم، فالصورة تجسد الماضي.